انا اقول انه لاب خصوصيات كثيره، يعني اب مبادره منذ بدايه ثوره 26 من سبتمبر والى الان، وقدمت تضحيات كثيره في خدمه ثوره سبتمبر واكتوبر وفي تاريخ الحركه الوطنيه اليمنيه. اما الخصوصيه اليوم ان مبادره اب تاخذ طابعا استثنائيا، لانها هي المحافظه الوحيده التي تقع بالكامل تحت سيطرات اب، وبالتالي لدى اب كل المقومات لان تقول لا للحوثي، من الناحية الجغرافية، من الناحية البشرية، من الناحية الوطنية، من نواحي عديدة. أب أكثر المحافظات الآن لقيادة دفة الثورة والانتفاضة في كل المحافظات الشمالية، وليس فقط في كل المحافظات الشمالية، لأنها أكثر المحافظات مهيئة للقيام بهذا الدور بحكم اتصالها بتعز، بحكم المظالم التي وقعت عليها، بحكم الظلم التاريخي الذي طال هذه المحافظة منذ بداية القرن هذا ومنذ عدة قرون، حيث أن معظم مشايخ هذه المحافظة كان يتم تعيينهم من قبل الإمامة والهاشمية السياسية في محافظة إب. هل تصدق أنه النسيج الاجتماعي في إب كل مشايخ المحافظة إب أكثرهم من تم تعيينهم أيام الدولة الأئمة الزيدية، وتم إحلالهم محل السكان الأصليين. ولذلك تأتي رمزية إب من هذه الخصوصية، أن الناس قد ضاقت ذرعا، ضيق تاريخي وضيق راهن، وأنا أعتقد أن لإب سيكون الصوت الكبير.